مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهوريه الصومالي احييكم واقرا لحضرتكم النشره الاخباريه المسائيه لهذا اليوم. ومن اهم العناوين الرئيسيه في هذه النشره: رئيس جمهوريه الصومالي وافتتاح الطريق الرابط بين مدينتي كالابيد ومدينه طوبجالا باقليم جبلي. تسلم رئيس الجمهوريه شهاده تقديريه يوم من بعض الجمعيات الوطنيه بالصوماليلاند. نائب رئيس جمهورية الصومالي وغداء شرف أقيم اليوم بالعاصمة هرجيسة احتفالا لسلطان جامع سلطان فارح. وزير وزارة العدل وافتتاح تدريبا موسعا اليوم. وزير الثروة السمكية والحيوانية والزراعية واجتماعا يهدف إلى الاستفادة من الخيرات الطبيعية. أيها السيدة والسادة، أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. افتتح اليوم رئيس جمهورية الصوماليلاند وبرفقة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الطريق الرابط بين مدينتي طوبجالا ومدينة كالابيد التابعتان لإقليم جبلي، وذلك بعد تشييدهم مؤخرا. قام اليوم رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سيليو ووفد وزاري رفيع تضمن كل من وزير وزارة المالية ووزير وزارة الداخلية ووزير وزارة التخطيط وعدد كبير من أمناء مجلسي الشيوخ والنواب وسلاطين وعقلاء ومسؤولين كبار. قاموا اليوم بصحبة فخامته من أجل الاحتفال بافتتاح الطريق الرابط بين مدينتي طوبجالا ومدينة كالابيد التابعتان لإقليم جبلي، وذلك بعد تشييده من جديد بتمويل من قبل حكومة الصوماليلاند. هذا وفي كلمة لفخامة رئيس الجمهورية في هذه المناسبة أشار من خلال كلمته إلى الانتهاء من هذا العمل يعد ضمن تعهدات حكومة الصوماليلاند، وهي الوفاء لكافة المواطنين. كما أشار أيضا إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى الصحية والتعليمية ستنفذ بالإقليم في القريب العاجل. كما تحدث وزير وزارة المالية بجمهورية الصوماليلاند معالي عبد العزيز محمد صنالة أشار من خلال كلمته إلى الأهداف الأساسية لحكومة الصوماليلاند، وهي تخفيف أعباء كافة المواطنين بشتى المجالات. كما تحدث بكلمة وزير وزارة الداخلية معالي علي محمد ورن عدة أشار من خلال كلمته إلى ضرورة الحفاظ على الأمن ومساندة الحكومة بهيئاتها المختلفة من أجل النهوض بالوطن كلا. كما تحدث أيضا عدد من مسؤولي الإقليم وعدد من السلاطين أشادوا من خلال كلمتهم إلى الأعمال المجيدة والجليلة التي تقوم بها حكومة الصوماليلاند بقيادة فخامة أحمد محمد محمود سيليو بإقليم جبل خاصة وبكافة الأقاليم عامة. على صعيد آخر، تسلم فخامة أحمد محمد محمود سيليو رئيس جمهورية الصوماليلاند بقصر رئاسة الجمهورية شهادة تقديرية وشرفية من قبل مندوب عدد كبير من الجمعيات الوطنية والاجتماعية العاملة بجمهورية الصوماليلاند، وذلك عرفانا منهم على أعمال رئيس جمهورية الصوماليلاند الجليلة لخدمة الوطن والمواطنين. شارك اليوم النائب رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي وعدد كبير من الوزراء، من بينهم وزير وزارة الإسكان والتعمير معالي عبد الرزاق خليف ومعالي أحمد عدمي وزير الدفاع وعدد كبير من السلاطين والعقلاء والمسؤولين. شاركوا جميعا في حفل غداء أقيم اليوم بالعاصمة هرجيسة احتفالا بقدوم سلطان جامع سلطان فارح العائد إلى أرض الوطن بعد زيارة قصيرة قضاها إلى دولة جيبوتي مؤخرا. شارك اليوم نائب رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزلعي وعدد من الوزراء والسلاطين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، شاركوا في احتفال عقد اليوم خصيصا تقديرا بعودة سلطان جامع سلطان إسماعيل وعودته لأرض الوطن سالما. هذا وفي بداية المناسبة تحدث بكلمة أحد سلاطين الصوماليلاند أشار من خلال كلمته إلى أهداف هذه الدعوة، وهي تعبيرا من كافة المسؤولين والحضور وفي المرتبة الأولى فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي نائب رئيس جمهورية الصوماليلاند بمدى التقارب. كما تحدث بكلمة وزير وزارة الإسكان والتعمير معالي عبد الرزاق خليف أشار من خلال كلمته إلى مدى التقدير الذي قدمه نائب رئيس جمهورية الصوماليلاند تجاه سلطان جامع سلطان إسماعيل. كما تطرق أيضا من خلال كلمته إلى مدى التوافق والترابط بين كافة أقاليم الصوماليلاند بكافة مواطنيها. وعقب كلمة الوزير تحدث بكلمة سلطان جامع سلطان فارح
أشار من خلال كلمته إلى مدى السعادة البالغة التي أشعر بها جراء هذا الترحيب منذ قدومي من دولة جيبوتي إلى وطن الصوماليلاند، كما أتقدم بالشكر أيضا إلى نائب رئيس جمهورية الصوماليلاند على هذا الاجتهاد وهذه الدعوة، كما أتعهد أمامكم وأمام الجميع وأمام الله في المرتبة الأولى بأنني سوف أعمل جاهدا على الوفاق بين كافة قبائل ومقيم الصوماليلاند بكافة أقاليمها من أجل إحلال السلام والأمن بكافة ربوعها. هذا كما تحدث بكلمة نائب رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، أشار من خلال كلمته إلى أن هذا الترحيب هو واجب علينا جميعا تعبيرا منا وفرحنا بعودة سلطان جامع سلطان فارح إلى وطنه الأم وعودته سالما من دولة جيبوتي بعد زيارة قصيرة قضاها هناك. هذا كما أدعو الله القدير أن يعم الأمن والسلام ويلهمنا التلاحم والترابط من أجل إحلال كافة الخلافات. هذا وأدعو الله القدير في نهاية كلمتي بأن نعتصم جميعا ونحافظ على ما توصلت إليه جمهورية الصوماليلاند من استقرار. شارك اليوم وزير وزارة العدل بجمهورية الصوماليلاند معالي حسين أحمد عيديد شارك في افتتاح دورة تدريبية للعديد من أعضاء السلك القضائي بجمهورية الصوماليلاند من أجل رفع كفاءة العاملين بالمجال القضائي ومن أجل التوصل إلى عدالة وقضاء نزيه. وعد هذا التدريب بالتعاون مع وزارة العدل بجمهورية الصوماليلاند والهيئة العالمية المعروفة اختصارا UNDP. شارك اليوم وزير وزارة العدل بجمهورية صوماليلاند معالي حسين أحمد عيديد في افتتاح دورة تدريبية موسعة وهي الثانية من نوعها لرفع كفاءة القضاء وخبراتهم التعليمية. هذا وشارك في هذا التدريب عدد كبير من القضاء وعدد من المحاكم بصوماليلاند، وقد نظم هذا التدريب لجنة مكلفة من قبل وزارة العدل بجمهورية صوماليلاند تعاونت مع هيئة العالمية المعرفة اختصارا UNDP والممول لهذا التدريب. وفي كلمة لوزير وزارة العدل أشار من خلالها إلى أهمية التدريب وتوسيع آفاق القضاء بشكل عام للوصول إلى إحكام قضايا عادل. هذا كما تحدث سعادة حسن آدم حسن مدعي العام بصوماليلاند، أشار من خلال كلمته إلى الفائدة الجمة لمثل هذه التدريب لصالح القضاء بصوماليلاند. هذا كما تحدث بكلمة رئيس محاكم العليا بجمهورية صوماليلاند، أشار من خلال كلمته إلى الفائدة التي تعود على الوطن برفع كفاءة الهيئة القضاء بصوماليلاند. هذا كما تحدث بكلمة مسؤول هيئة UNDP بكلمة تطرق من خلاله إلى مدى التعاون المستمر فيما بين الهيئة ووزارة العدل للوصول إلى قضاء عادل ونزيه. شارك اليوم كلا من وزير وزارة الثروة الحيوانية ووزير وزارة الثروة السمكية ووزير وزارة الثروة الزراعية، شاركوا جميعا في اجتماع موسع عقد اليوم بفندق المنصور بالعاصمة هرجيسة هدف إلى ضرورة الاستفادة من الثروة السمكية والحيوانية لتعود بالنفع على الوطن بعملات أجنبية، وأيضا هدف إلى ضرورة حث كافة المزارعين من أجل زيادة المحاصيل الزراعية والاكتفاء ذاتيا دون استيراد المواد الغذائية من الخارج. شارك اليوم كل من وزير وزارة الزراعة معالي فارح علمي جي دولة ووزير وزارة الثروة السمكية معالي علي جامع فارح ووزير وزارة الثروة الحيوانية معالي عبدي أو طاهر، شاركوا اليوم في اجتماع موسع ثلاثي بفندق المنصور بالعاصمة هرجيسة يستمر لمدة يوما واحدا يهدف إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي زراعيا وسمكيا وحيوانيا. وفي هذه المناسبة تحدث بكلمة وزير وزارة الثروة الحيوانية، أشار من خلال كلمته إلى ضرورة الاستفادة من ثروة الصوماليلاند الحيوانية والمحاولة على زيادتها وتصديرها لتعود بالنفع على الوطن والمواطنين اقتصاديا. كما تحدث بكلمة وزير الزراعة تطرق من خلال كلمته إلى ضرورة حث المزارعين بكافة الأقاليم من أجل التوصل إلى اكتفاء زراعي وزيادة في المحاصيل الزراعية من أجل الحد من استيراد المواد الغذائية من الخارج. هذا كما تحدث وزير الثروة السمكية بجمهورية الصوماليلاند، أشار من خلالها إلى أن مياه جمهورية الصوماليلاند الإقليمية غنية بالأسماك ولا بد على مواطني البلاد الاستفادة منها. كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون بكافة هذه الوزارات ومندوبي اللجان المكلفة لإنجاح هذه الخطط الوزارية في القريب العاجل. عقدت اليوم بالمملكة النرويجية ندوة موسعة شارك فيها مئات من جالية الصوماليلاند هناك.
هذا وفي كلمة لوكيل جمهورية الصوماليلاند بالنرويج سعادة صلب حسين ورسمة، أشار من خلال كلمته إلى أن هذه اللقاءات تعقد سنويا لإنجاح ذكرى احتفالات عيد الاستقلال، كما نوه أيضا إلى احتفالات هذا العام سيحضرها ثلاثة وزراء بحكومة الصوماليلاند. عقدت اليوم جالية الصوماليلاند بالمملكة النرويجية اجتماعا موسعا حضرها مئات من مغتربي الصوماليلاند هناك، وهدف هذا الاجتماع من أجل التحضير والاستعداد لإحياء ذكرى عيد الاستقلال والموافقة للثامن عشر من الشهر الجاري. وفي هذا الاجتماع تحدث بكلمة وكيل جمهورية الصوماليلاند بالنرويج سعادة صلب حسين ورسمة، أشار من خلال كلمته إلى أن هذا اللقاء يعقد سنويا بكافة أرجاء المملكة النرويجية لتوزيع المهام وإنجاح هذه الذكرى الغالية. هذا كما أشار أيضا إلى وفد وزاري رفيع سيتضمن ثلاثة وزراء بحكومة جمهورية الصوماليلاند، سيشاركون مغتربي الصوماليلاند قادمين من العاصمة هرجيسة لمشاركة مغتربي الصوماليلاند هناك. كما تحدث أيضا في هذا الاجتماع أمين عام جالية الصوماليلاند بالمملكة النرويجية سعادة علي محمد جامع، أشار من خلال كلمته بأن هذه الاحتفالات هي أعياد قومية وتاريخية بقلوب ومواطن الصوماليلاند بداخل الوطن وبكافة أنحاء العالم. كما تحدث أيضا عدد من مثقفي الجالية هناك أعربوا من خلال كلمتهم عن السعادة البالغة لخطوات حكومة رئيس الجمهورية وكافة مستشاريه ووزرائه والهادفة إلى اعتراف عالمي. غادر اليوم مطار عقال الدولي بالعاصمة هرجيسة فريق جمهورية الصوماليلاند لكرة السلة متوجها إلى دولة تنزانيا من أجل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والتي ستشارك فيها العديد من الدول الإفريقية والعربية. وكان لدى توديعهم بمطار عقال الدولي بالعاصمة هرجيسة وزير وزارة الشباب والرياضة وعدد آخر من المسؤولين. غادر اليوم فريق جمهورية صوماليلاند لكرة السلة مطار عقال الدولي بالعاصمة هرجيسة للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي ستعقد بدولة تنزانيا. هذا وتأتي هذه الأعمال ناتج اجتهادات حكومة صوماليلاند العديدة للسماح لفرق صوماليلاند الرياضية بالمشاركة في كافة الألعاب الرياضية والمسابقات العالمية. هذا وكان لدى توديع الفريق الرياضي بأرض المطار كل من وزير وزارة الشباب والرياضة معالي علي سعيد ريغل، وفي كلمة لمعالي حث من خلالها فريق صوماليلاند بالاجتهاد والفوز ورفع الأعلام صوماليلاند خفاقة. وهذا وتحدث أيضا عمدة عاصمة هرجيسة سعادة عبد الرحمن محمود عيديد، أشار من خلال كلمته بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها أولئك الشباب. كما تحدث أيضا مدير عام بوزارة الشباب والرياضة حث من خلال كلمته الفرق الرياضية الأخرى المختلفة بصوماليلاند بالاجتهاد أيضا والاستعداد للمشاركات العالمية. شارك اليوم سعادة محمد موسى ديرية محافظ إقليم تقدير في افتتاح امتحانات جماعية لأكثر من 500 طالب وطالبة بالمراحل الجامعية من أجل المشاركة في عملية التدوين التي ستقوم بها حكومة الصوماليلاند قريبا لكافة الوزارات. بعد إعلان وظائف شاغرة في الحكومة، تقدم أكثر من 500 طالب عمل إلى الجهات المسؤولة في مدينة برو ولاستكمال الإجراءات المطلوبة. ومن بين الإجراءات اختبار تجريبي لتحديد مستوى المتقدمين للوظائف، كان موعده اليوم الصباح في مقر جامعة برو. وفي أثناء ذلك وصل محافظ محافظة برو محمد موسى ديرية إلى موقع ذاته للإطلاع كيفية سير الإجراءات. في لقاء أجرت معه قناة جمهورية صوماليلاند القسم العربي، أكد موسى أن الأمور تسير بالشكل المطلوب وأنه ليس هناك أي مخالفات حتى الآن، مبينا أنهم اتخذوا تدابير احترازية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات وفساد. وقال أن الاختبار الذي سيتقدم له طالبو الوظائف سيكون هو الفيصل. توفير أكثر من 80 وظيفة، هذا سوف يقلل من البطالة المنتشرة وسط حملة الشهادات العليا، ولكن هذا لا يعني أن البطالة انتهت. عبد الملك موسى علدون، تلفزيون جمهورية صوماليلاند مدينة برو. عقد اليوم بمدينة عين نبو التابعة لإقليم سرار
اجتماع موسع حضره العديد من العقلاء والسلاطين والمثقفين ومسؤولي الإقليم، وذلك تأييدا لما أسفر عنه الاجتماع الثالث لحزب كلمية والذي عقد مؤخرا بمدينة هرجيسة. وفي كلمة لمحافظ إقليم سرار سعادة إبراهيم جامع محمد، أشار من خلال كلمته إلى تأييد كافة مواطني إقليم سرار لهذه النتائج التي توصل إليها حزب كلمية. عقدت اليوم بمدينة عينوة تابعة لإقليم سرار اجتماع موسع حضره عدد كبير من المسؤولين والعقلاء والسلاطين والمثقفين الإقليم، تأييدا للنتائج الجيدة التي أسفر عنها الاجتماع الثالث لحزب كلمية بمدينة هرجيسة مؤخرا. هذا وفي بداية المناسبة تحدث بكلمته نائب محافظ إقليم سرار سعادة إبراهيم محمد شعب، أشار من خلال كلمته إلى تأييد كافة المواطنين لإقليم سرار للنتائج التي توصل إليها مسؤولو حزب كلمية في اجتماعهم الثالث هذا، كما تحدث عمدة مدينة عينب، وأشار أيضا إلى خطبة رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو التاريخية والتعهدات حكومته خلال 5 أعوام الأولى. هذا كما تحدث في المناسبة عدد كبير من السلاطين والعقلاء ومثقفي إقليم سرار أعربوا عن سعادتهم للنتائج هذا الاجتماع التاريخي الهادف لصلاح الوطن والمواطنين. ومن الأنباء العالمية في هذه النشرة، ظهرت مخاوف من احتمال انتقال فيروس كورونا إلى بريطانيا بعد الاشتباه بإصابة 2 من مسافرين بريطانيين بذلك الفيروس، وذلك إثر وصولهما مطار هيثرو قادمين من مطار بالسعودية. بعد يوم من إعلان وصول فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، ظهرت مخاوف من احتمال انتقال المرض إلى بريطانيا بعد اشتباه إصابة 2 من المسافرين البريطانيين بالفيروس إثر وصولهما إلى بريطانيا قادمين من السعودية. ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن السلطات أن المسافرين يخضعان حاليا للفحوصات الطبية بعد أن تبين أنهما كانا يجلسان في الطائرة إلى جوار مواطن أمريكي تم تشخيص إصابته بالفيروس لاحقا. وطبقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية بهذا الخصوص، أن المواطن الأمريكي وهو عامل بمجال الصحة في السعودية قد تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج من تلك المتلازمة بعد عودته إلى شيكاغو ب3 أيام، وفي أول حالة يتم الإبلاغ عن إصابتها بالفيروس منذ اندلاعها في السعودية في سنة 2012. أعلنت إيران اليوم عن تقليص إنتاج البلوتونيوم في مفاعل الأرك على حسب ما قاله رئيس منظمة الطاقة الإيرانية علي أكبر صالحي. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر الصالحي أن إيران وافقت على تعديل مفاعل أراك الذي يمثل نقطة خلافية في المباحثات النووية، وذلك للامتثال لاتفاق النووي الذي يجرى التفاوض بشأنه مع القوة العالمية الست. وقال الصالحي أن بلاده وافقت على تقليص إنتاج البلوتونيوم في المفاعل إلى 5 طاقته، غير أن أراك سيظل المفاعل الماء الثقيل بحسب ما نقلته وكالة أسنا الإيرانية. ويذكر أن المفاعلات الماء الثقيل تشكل مصدر قلق من الانتشار النووي، ذلك لأنها تنتج مزيدا من البلوتونيوم مقارنة بالمفاعلات الماء الخفيف، ويمكن أن يستخدم البلوتونيوم لإنتاج الأسلحة النووية. وقال الصالحي أن التغييرات في المحطة أراك بوسط إيران ستعني أن بلاده ستحتاج إلى 2 أو 3 أخرى لإتمام عملية الإنشاء. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر خبر وزع على حضرتكم في هذه النشرة. شكرا للطيب وحسن الاستماع والمتابعة، وإلى لقاء آخر يجمع في بيننا. دمتم بأمان الله.